حلو. وفي ناس تانية بتبتدي انها تستحمل الموضوع، تتكيف عليه لغاية ما الكلب ده يوصل لسن سنة ونص سنتين، وبعد كده يبتدي يفتكر انه انا محتاج مدرب. اللي عايز اعرفه منك طبعا، ده بيكون له مساوئ وده بيكون له مساوئ. طبعا السن الطبيعي او الميعاد الطبيعي ان انا ابتدي اقول انا محتاج مدرب، بحيث ان الموضوع بعد كده يبقى بالنسبه لي تلقائي مع الكلب، ومش محتاج بعد كده ان انا اعافر واعمل مجهود اكبر عشان ارجع اصحح خطا من زمن. تمام حضرتك، في حاجه مهمه جدا. احنا بنبتدي مع الكلب من عمر 3 شهور ونص. 3 شهور ونص ده العمر لكل السلالات؟ ده العمر لكل السلالات. بنبتدي كورس الطاعه معاه من 3 شهور ونص، بناخد ندي الاساسيات الطاعه، مبادئ الطاعه. يبتدي بقى ان هو يعي ان انت بتقوله بالظبط، يعي اللي انا بقوله، ويبتدي ان هو مركز معايا، يبتدي ان هو اخد كورس التكامل بتاعه كامل. يعني الساده المشاهدين برضه شايفين على الشاشه، انا عايز حضرتك تشرح لي الموضوع بالظبط. يعني مثلا حضرتك في الفيديو هنا لو حضرتك تلاحظ الكلبه ماشيه مبسوطه، ماشيه في مشتتات حواليها، في ناس رايحه جايه حواليها، مفيش اي مشكله بالنسبه لها، بتنفذ الاوامر زي ما حضرتك شايف. مثلا ده امر داون، انها تقعد داون، ده امر هيل، هتفضل ماشيه مع المدرب، مالهاش دعوه باي حاجه، هي ماشيه اوف ليش خالص. تمام بالظبط. يعني دي بتبقى مشاكل كبيره جدا، بتبقى مشاكل بتقابل ناس كتير جدا. بس في حاله ان انا بنقي مدرسه تدريب لكلبي، مهم جدا ان انا اراعي نقطه ان يكون التدريب باسلوب احترافي وباسلوب ناس فاهمه كويس. دي حاجه. يعني مثلا حضرتك احنا ابتدينا، عايز اقول لك على حاجه، الموضوع ده مهم جدا، لان انتشر في الاونه الاخيره، وابتدينا نشوف على صفحات السوشيال طبعًا. ميديا ان بقى ماشي مع كلبي فجاه الاقيه مثلا هجم على فلان من غير اي يكون في اي بالزبط. يعني عامل اثاره. فدي من النقط المهمه جدا، الطاعه بالظبط، لازم مهم جدا تكون الطاعه، يكون الطاعه باسلوب الكلب حبه. يعني عايز اقول لك على حاجه، انا دلوقتي لما باجي اعلم كلب بشتغل في البدايه على الغريزه اللي خلقها ربنا في الكلب كويس، وببدا انميها، وببدا احبب الكلب في الموضوع. بفكره ايه؟ كلب، كل كلب فيهم بيبقى ليه اللعبه بتاعته او المكافاه بتاعته هو بيحبها جدا. فببدا انا كمدرب اشوف الكلب محتاج ايه، او ايه هي اللعبه اللي هو بيحبها جدا، او ايه التريس اللي هو عالي معاه اكتر، وببدا ان انا استغل ده في ان انا ادي اوامر الطاعه. طيب خليني برضو اتكلم معاك في نقطه مهمه جدا. طب. وبرضو انا كنت عايز كابتن محمد السوقي حضرتك تشرح لي النقطه دي، حته ان انا اختيار لسلاله الكلب بتكون ازاي. في ناس بعد ما بتيجي تختار نوع الكلب ابتدي ان انا بسمع الباركينج بتاعه، يعني يبتدي هوهو بشكل كبير جدا، عامل لي ازعاج، ابتدي اختار كلب حجمه مش مناسب ان انا اكون موجود في وحده او شقه سكنيه، بيبقى محتاج مساحات واسعه. اللي عايز اعرفه منك ازاي اقدر اختار سلاله كويسه لظروفي. هو اهم حاجه طبعا، انا يعني كابتن رضوان يقدر يفيدنا في الموضوع ده برضو اكتر مني في المعلومات، بس اهم حاجه، واهم حاجه انت محتاج تحددها، انت عايز الكلب بتاعك يعمل ايه، او عايز الكلب ليه. تمام، لان زي ما حضرتك قلت، مثلا في كلاب الشخصيه بتاعتها قويه جدا 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 بالظبط، فما ينفعش دي تبقى اول تدريب، لازم يبقى بعد اقتناء كذا كلب اخش على النوع ده، او نوعيات معينه. وزي ما قلت برضو كابتن رضوان هيقدر يفيدنا في ايه النوعيات اللي احنا نقدر نبدا بيها، وايه النوعيات اللي احنا نقدر ناخدها اكتر. هو اللقاء معاكم ممتع جدا، بس عشان وقت البرنامج وان شاء الله يبقى في لقاءات متجدده ان شاء الله باذن الله. انا عايز اعرف منك يا كابتن الاوفرات اللي بتقدمها بارك مينيا لمشاهدي برنامج حكاوي اليوم. تمام، احنا الاوفرز اللي بنقدمها دلوقتي عندنا طبعا لحد اول السنه ديسكاونت 35% على جميع الخدمات بتاعتنا. كويس. تمام، ده لو احنا بنعمل خدمات لكلب واحد. طبعا لو في كلبين مع بعض او ثلاث كلاب مع بعض وهكذا، في سبيشال ديسكاونت كمان بتحصل بلس الديسكاونت ده على جميع الخدمات. ده مخصص للمشاهدين حكاية.